فأنت الآن أحد رجلين، إما أن تقول أصبت أنت وأخطأ الصحابة، أو أن تقول وهذه الحقيقة أخطأت أنا يعني أنت وأصاب الصحابة. وحينئذ لا مناص من الأمرين. وإن أصررت، وأرجو ألا تصر على موقفك، فمعناها أقل ما يقال يا أستاذ أنك في حيصة بيصة، أنت محتار، أنت بتقول أنك سلفي لكن ما لك سلفي، أنت سلفي نظريا لكن لست سلفيا عمليا. كما قلت آنفا وصفت صاحبنا هذا اللي ماشي هناك الآن أنه يبلغ صاحبنا الخطيب، خطيبنا اليوم كان سلفيا ولكن خطبته خلفية. فالآن أنت أرجو أنك تكون سلفي لكن في هذه المسألة لست على منهاج السلف الصالح، لأنك تخطئ الصحابة.